هيا أيها الزومبي، هذه رقصة الانتصار يا شرير. لينكن، لا، هناك قاعدة واحدة في هذا البيت، يجب أن تبقى خارج غرفتي. إذا أتيت ثانية سوف أحولك إلى فطيرة وأضعك في الفرن. لا، ليس أنت بوبي. لحظة واحدة. لا يجب أن يرى الزومبي هذا. الحمام مشغول. لا أصدق. بوبي، احذر ماذا قالت لي ويتني اليوم. ألا تحترمين خصوصية الآخرين؟ أوه لا يا عزيزي، ليس هكذا، لم تقل أي شيء. لا، نظرة اللعب. ممنوع أن تركض في الممر. ما الذي تقولينه؟ لانا، هل يتكلم معك بوقاحة؟ نراقب الممرات في المدرسة، والآن نتدرب هنا. إذا ضبطناك ثانية سوف تكون في ورطة. لقد حبسنا الوان لأن مزاحها سخيف. هاي، اسمعوا نكتة اللص سارق رأس السنة، رابحة 12 شهرا. مسحتي الجديدة. 5 دقائق إضافية لأجلها. حسنا، سوف أسير بهدوء، أقسم لكما. القسم ممنوع. سأذهب إلى البوفيه. قلنا الشيء ذاته في الوقت ذاته بالضبط، كأنما رتب القدر صداقتنا. كأنما رتب القدر صداقتنا. مبتذلان. أجل، إنهما مبتذلان أكثر من جبن الكونكيسو. أتذكر حين قرر بوبي أن شراء الزهور من المتجر غير شخصي، ولذا قطف الزهور؟ أجل، واتضح أنه نبات لبلاب سام، تورمت لوري كديك العيد. انظري، منسجمان. هذا يعني؟ حبيبتي، كنت أتعذب. أوه يا بوبي بوبوبير. الضفادع الساخنة، افسحوا الطريق. أسماء التدليل. أعرف، ولا تبدأ الحديث عن الملاطفة، كم هي مقززة، من يفعلها؟ أجل، وماذا عن صور السيلفي؟ لا تظهر جانبي القبيح يا بابي. ليس لك جانب قبيح. كليك كليك كليك. أتدرين؟ أنا حقا آسف على ما قلته في المدرسة. لا بأس، آسفة على شطيرة اللحم. أصبحا صديقين مجدداً. باب وبوبي بوبو بير. أجل، مرحى، سيلفي لم الشمل. سأعود لاحقاً لأخذكم. حسناً أمي. لينك، ما الذي تفعله؟ فقط أسقطت شوكتي. لينكن، إلى أين ستذهب؟ المرحاض، آمل ألا يكون أحد غيري تناول التشيلي كون إسكارغو. سأبقى هنا فحسب حتى يغادروا. موسيقى. لا لا، لا موسيقى. أسرع، يجب أن أستخدم المرحاض. 1، 2، 3. حسنا، سأذهب إلى المرحاض. مرحبا دكتور لوبيز، لا يفترض بالاتصال بك في البيت، لكن لوري بحالة طارئة. كلايد، فلتخرجني من هنا. ماذا؟ لما؟ يا رفاق، هناك فرقة موسيقية في المرحاض. لا أستطيع تركهم يرونني في موعد مع روني آن، لقد أقنعتهم بأنها ليست صديقتي. سوف أساعدك، ابقى كما أنت وسأدفعك خارجاً. دكتور لوبيز، سأكلمك لاحقاً. يا ولد، الحلويات. تباً. أنا آسف، طلب سيخرج من المطعم. أرأيت؟ خرج. موسيقى. لا لا، للموسيقى، أرجوكم صمتا. لينكن، كيف سنخرجك الآن؟ نحتاج إلى التنكر. أنا سبقتك بالتفكير. إلى اللقاء، وداعا، شكرا، ميرسي. حسنا كلايد، كلام أقل ومشي أكثر، كدنا نخرج. نحتاج للشيك، أين النادر الظريف؟ إنها تراني ظريفاً؟ سأحضر لها شيك.
كلايد، لا، انتظر. ماذا تفعل في المطعم الفرنسي المكسيكي؟ أنا هنا مع عائلتي، أعني أصدقائي، أعني أصدقاء العائلة. أليست هذه روني آن؟ لا، أعني ربما لم أعرف أنها هنا. أهذا سروال كاكي؟ أنت ترتدي سروال المواعدة. كنت أعرف روني آن صديقتك فعلا. إنها ليست صديقتي. سبق أن أخبرتكم يا رفاق، روني آن وقحة ومقززة ومزعجة تماما. أفضل لعقة أرضية المرحاض على مصادقة غريبة الأطوار. لكن انتهت علاقتنا حبي، أعني لوري. لقد ضبطناك. مهلاً، انتظري. موسيقى. لا لا لا، لا موسيقى. روني آن، انتظري، هناك شيء يجب أن أقوله. هل أعرتموني جميعاً انتباهكم؟ لقد قلت أشياء شديدة البشاعة عن فتاة تستحق ما هو أفضل. روني آن، أنت رائعة حقاً ومرحة، وقد استمتعت حقاً بقضاء الوقت معك الليلة. لكن قالت لي أختي لوري ذات مرة، الأفعال أعلى صوتاً من الأقوال. لذا بدلاً من أن أخبرك كم أنت رائعة، حسناً، أزال. مرحباً دكتور لوبيز. لقد أتى، تجاهله. التجاهل اسم الثاني. شاندلر صديقي، كيف الحال؟ أي مرحباً، ألديك أومليت؟ ماذا؟ أو أجل أجل، شكراً. أين الدعوات؟ لقد نسيها غالباً، إنه مشغول البال بتنظيم حفل المجاري. اسمعاه، كدت أنسى. إنني أشعر بالعطش، أطلب لنا مشروباً. ما الذي يفعله؟ اصبر يا كلايد، سنحصل على الدعوات، أنا متأكد. هيا لوري، أيمكنني الحصول على المشروبات؟ آسفة لينكن، تلقيت إنذاراً لهذا، لا أريد التعرض للمشاكل. فهمت، أعرف هذا المدير، أتذكر صعوبته حين حدثته بشأن تعيينك. آسف للتأخير، فلقد تعطلت الآلة. هل تعرفون أن الفوضى تعم هذا المكان؟ أجل، شكراً لاري. أنت، كدت أنسى. أين البيتزا؟ باللحم والسلامي، شكراً وداعاً. بالتأكيد، لا مشكلة. لا، بل هي مشكلة، إن البيتزا تفوق قدرتي يا لينكن. أعرف، آسف، لو تعلمي صعوبة الحصول على وظيفة لك. ستقوم بهذا؟ بماذا؟ ها؟ لقد جاءت البيتزا. أنت تشاندلر، هل أستطيع دعوتك على الغداء؟ شكراً. ألم تنسى شيئاً؟ القليل من الفلفل. ما فعلناه ذهب هباءً. ربما ينبغي أن نطلب منه الدعوتين. كلايد، لو ألححنا عليه سيبتعد عنا. دعنا نواصل التجاهل. أنت محق. ما رأيك بهذه؟ بطاقتان، عجباً، أريد تلك القيثارة، تحتاج 500، بطاقاتكم؟ أهذا ما لديكم؟ 480، 490. كلايد، أعطيه بطاقاتك. ماذا؟ مستحيل، كنت أجمع ما يكفي للعبة لوري، يجب أن أحضر هذه الهدايا يا لكن. ركز على الدعوتين، لقد اقتربنا جداً. خذ يا شاندلر، هذه بطاقاتي. رائع. رفاقي، كنت أنسى شيئاً، أريد إحضار خبز الثوم. لا يا لينكن، ولا داعي للحديث عن الوظيفة أبداً، لن ينجح. لوري، أرجوك، إن هذه آخر مرة. أنا وكلايد نريد الذهاب إلى حفل هذا الفتى، ولو لم نعطيه كل ما يريده قد نخسر دعوتين للذهاب، أرجوك. لينكن، عزيزي، أنت تهذي. لاود، للعمل. حسناً، دعني وشأني. رائع لاود، وداعاً.
أوه، كدت أنسى. أجل، تريد بعض المايونيز؟ لا، هذه. أجل! تذكر أن تحضر هدية لعيد مولدي. سنذهب إلى الحال، سنذهب إلى الحال. أبدو رائعاً. مرحباً، مستعدة للرقص؟ لماذا لم ترتدي ملابسك؟ أنا لن أذهب إلى الحفل. أمرني مديري بالعمل الليلة لدفع كل ما أخذته. بدلاً من شعرية البحر سيكون جبن الموتزاريلا بأظافري. شكراً لك يا لينكن. أوه! لا 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 لا. نجوت بإعجوبة. كلايد، ماذا ترتدي؟ هذه هي الطريقة الوحيدة ليسمح لوالدي بزيارة الصرف الصحي. هل فهم؟ أمستعد للاستمتاع بليلة رائعة؟ أجل، مستعد. لاود، للعمل. لقد حان الآن وقت التنظيف. ذاهب. الوحش، أعني تبدين رائعة. أعرف ذلك أخي الصغير. شكراً لإقناعك للمدير بأخذ مكاني. كان علي ذلك، لقد حصلت على دعوة الحفل الراقص بسببك. يؤسفني أنك لن تذهب إلى الحفل. لا بأس، إنه ليس صديقي فعلاً. لقد استغلني كما كنت أستغلك. أتمنى لك وقتاً رائعاً. شكراً لينكن. بوبي هنا؟ مرحباً بوبي عزيزي. عزيزتي، مستعدة للموعد؟ قيامة الشاحنات؟ إنه ليس فيلماً رومانسياً أو كوميدياً. هذه الحلبة تحوي شاحنات تحطم بعضها. من المستحيل أن أذهب إلى هذا. خذ لينكن. ماذا؟ ما الذي تتحدث عنه؟ هيا يا شباب، ستقضيان وقتاً ممتعاً معاً، أنا متأكدة. لقد كان هذا احتفالاً رائعاً بالتحطيم والتدمير. أجل، صافحني صديقي. قلت إنكما ستستمتعان. كيف ننهيها؟ لا فكرة لدي. عزيزي، هل دهنت لي ظهري؟ لا يمكنني، لينكن وصل للتو. هاي بوبي. لينكن؟ نعم، لقد قضينا بالأمس وقتاً ممتعاً فدعوته. كيف حالك؟ أهلا بك. آخر من يصل إلى المياه خاسر. مرحبا، آسف على التأخير. لينكن؟ لا تقلق، لم نبدأ من دونك. أتحداك في مبارزة مسيو لينكن. أوه، لك ذلك يا سينيور روبرتو. لم تتصل بي طوال اليوم. أين أنت؟ مع لينكن؟ ابقى في مكانك، أنا قادمة. إنهما يعاملاني كأنني شخص غريب، والآن يخرجان من دوني؟ لا أظن ذلك أبداً. أدوين، سعيدة لأنك لست كباقي الرجال. بوبي، ماذا تفعل؟ عزيزتي، ربحت هذه. أشكرك على خروجي مع لينكن. كنت أتمنى طوال حياتي أن يكون لدي أخ، والآن لدي، وكأن لينكن يكملني. ماذا كنت تريدين؟ لا شيء. أعني، لما لا تذهب وتكمل لعبتك؟ شكرا لك، لا تنسي موعد الملاهي. بالتأكيد، وسنركب لعبة نفق المحبين. سنلقاك أنا ولينكن في الخامسة. ماذا علي أن أفعل؟ سئمت أن يكون لينكن دائما معنا، لكن بوبي سعيد، يقول أنه الأخ الذي لم تلده أمه. حسناً، أخرجي مع شقيقة بوبي الصغرى روني آن، إنها كالأخت التي لم تلدها أمك. في الرواية تظن غريزيلدا أنها تفقد إدوين، وهكذا أثارت غيرته فأتى إليها زاحفاً أو طائراً تقريباً. هذا رائع. كيف أثير غيرته؟ مرحباً لوسي، لينكن موجود؟ كلايد، كم أنا سعيدة برؤيتك. لوري. كلايد، ما رأيك بأن؟ لوري. كلايد. لا لا لوسي، أحمل لك رسالة من
لن أقول اسمها، وتقول إنها تريدك أن ترافقها إلى مدينة الملاهي غداً. يسعدني أن أرافق الأخت التي بدون اسم إلى مدينة الملاهي. أجل! كيف لك أن تثيري غيرة بوبي مع شخص فاقد للوعي؟ أوه، مهلاً، هذا ما فعلته غريزيلدا. ها هي حسناء يا الحلوة. أنت مستعدة؟ بالتأكيد، وبما أن الثلاثة رقم فردي فدعوت شخصاً لينضم إلينا، كلايد. لا بأس، فأنا أحب كلايد جداً. ها، سأحضر حلوى للجميع. رائع، الحلوى للإخوة، أو كما أدعوها حلوى أخوية. حلوى أخوية. إلى ماذا تخططين؟ ماذا تقصد يا لينكن؟ أعني هذا، إنه ليس في وعيه. لحظة واحدة، لقد فهمت، تحاولين إثارة غيرة بوبي من خلال جاري كلايد. ليس كذلك؟ لن يجدي هذا. سيجدي، أعني علي فعل أي شيء لكي تكف عن مرافقة صديقي. هو ليس صديقك فحسب، هو أيضا الأخ الأكبر الذي أردته. دعني أخمن، هو يكملك؟ ماذا؟ أنا لم أقل هذا، المهم هو أن بوبي صديق للجميع ويجب عليك أن تشاركيه. انظروا بالشوكولاتة للوري والسكر للينكن، فهذا يناسب شعرك، وبالسكاكر المرشوشة لكلايد، تفضل. سيتناولها فيما بعد. هيا يا أخي لنذهب إلى اللعبة الملتفة. أنا خلفك يا أخي، أتريدان القدوم؟ بالتأكيد، أنا وكلايد سنأتي خلفكما.